هلا والله حبايبي، هلا والله بالبونشاويين. رجعنا بالحلقة الثالثة من سلسلة سكامون الاسطورية بسيرفر اليوتيوبر. كلكم شايفين اني اكثر يوتيوبر متاخر بالسلسلة وجايب ام العيد. السبب مثل ما بتعرفوا دائما بهيك شغلات بنحب نسوي طريقة يعني بشكل مسلسل مشان تفهموا. واللي بدي نبه عليه شباب، مستحيل اي يوتيوبر يكون منزل احداث عن يوتيوبر ثاني. كل يوتيوبر له وجهة نظر خاصة فيه، مسوي شغلة خاصة فيه بتفرق عن اليوتيوبر الثاني حتى لو تشابهت الاحداث ولو بشكل قليل. الشغلة الثانية والمهمة، امبارحة بالبث سحبنا اسم واحد من الاشخاص اللي راح معنا بكود سكام، ومثل ما وعدتكم بهذا الفيديو راح اسحب اسمين هلا اللي علقوا معنا على الفيديو اللي راح، وعلى الفيديو هذا اللي بده يعلق كمان شباب راح نسحب كمان اسمين او اسم بالفيديو اللي جاي. خلينا نسحب اسماء الفائزين قدامكم. اوكي شباب، هي رابط الفيديو قدامكم. سكام بناء اكبر مقر مثل ما شفنا 1157. طبعا في تعليقات راح يقول لي زاك في تعليقات، طيب دبلة وهي يعني عندهم فرص اكثر. لا شباب، الموقع بتحط الرابط وبتعطيه راح يقول لك انه ممنوع، انا اعطيه انه ممنوع التدبيل، ممنوع، خليه يحسب التعليقات. طلع معنا 850 تعليق حقيقي، الباقي كلهم مدبلين. نعمل بيك وينر، اختر رابح. عبود تي في معلق، والله نفسي باللعبه. عبود تي في تواصل معنا الانستغرام ومبروك عليك كود سكام. بناخذ تعليق تاني شباب وبنعطيه بيك وينر. ماجد الدوسري مبروك عليك كمان كود سكام شباب. وهلا خلينا نفوت بالحلقه لانه طولنا كثير. الاحداث كل ما لعب تحلى اكثر واكثر بسيرفر اليوتيوبر. ومثل ما قلت لكم علق على هذا الفيديو لتكون من الرابحين بكودات سكام. وهيك بننتقل لليوم الثالث داخل السيرفر. مثل ما قلنا واحداث قصتنا رح تبلش من هون، وشرارة الحرب رح تبلش تشتعل. بحده بالله ضربني بوكس صحصحني ينصر تحت حلو. لا اخوي، ايه وحده ثانيه براسه، ايه دلل اخوي، وحده كمان كمان كمان. اللي بدك تموت مشان موتك يعني، يعني ما تاخذ. هي قويه كثير هي. لا 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 لا, لا. يا الله شقيتني. مرحبا بكم في مركز آلي بونش للابحاث العلميه والمعالجات الطبيعيه. اي واحد حبي يتعالج شباب اهلا وسهلا فيه ابو حده جاهد. وبهذا اليوم راح ينضم لنا العضو الثالث بالفريق مختار الاعياد برينكي. هلا نو بلاي جا العيد وندم. يا ليل ابو، ايش صار معك ابو حده؟ ما في شيء معلم، بس الشجر عم بواقف قدامي ما اعرف ليش يا اخي. معلم والشجر كيف يمشي على الطريق؟ نعمل حفله مشاوي اخي. اوه شهادة بحدوك دوسه بحدوك. حتى ظبط وضعك خلينا نروح على البنكري. قبل ما نتحرك سوي لنا سندي يا اخوي. ثواني يا اخي السوري. ما في اقفال ذهبيه ولا تطلع، اوكي ما تخاف من. هلو بيبي، اول تخت لابو حدوك. اوه على التسطيحة. صدري اي صار صح ابو حدوك. لاق 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 يا ابو سي فور. ما كان هوا كان هوا. اوه او ماي جاد، ليش انفجرت؟ انه بس يجي العيد. ايوه وات، ايش اللي صار؟ يهرب. انت فكت معك شوت جن؟ يب. انا شايف معك سنايبر اخوي. يا رب توكلنا على الله اخوي. عطيتك العصايب البيت، ليش ما اخذتها؟ اوه ماي جاد، كم سمعت صوت الذئاب؟ يس حسهم قريبين. نطلع شوي جدا قريب اخي. ما؟ ايه والله بالنار. ايه هذا زنصيدة يعطيك وولف هيد ادرس على كيف كيفك اخوي. العيد، شوف شلون واقف الكلب جنبنا. شوف، لا لا تنطفي هوني، حده يطالعه. وقف اوكي براين، ابو حده يطالع. يب يب حده يا اخي. يا اخي لا لا لا، اقول لا تسب، قصدي اقول لا تمدح. اوكي بس تموت اللي زاك ما عرفت اجي لعندك اخو. لا لا بربك اماني، والله ما بدي اموت، لو كل ما اروح بنكر اموت. ماي ايتم جت ديسترويد. او ماي جاد، البايونت تبعي اتدمرت شباب. كرامبة تبعي وين؟ يا حمار تضرب جنب اثنين كانه جل عيد. سي فور سي فور، هذا لازم اضربه، هذا اضربه. اوه يا اخي من زمان هيك يا شيخ. انا ايش مسوي بحياتي؟ يعني من بين كل تيمات العالم ما بقى جاني الا هالتيم اللي ما بعرف ايش. انتي؟ او ماي جاد ايش لعبت؟
ومثل ما اتفقنا بالحلقات الراحت، اذا البنكر ما فيه شيء مهم ما راح طالع لكم اياه. بدي لوت، بدي لوت، بدي لوت يا كلب. بدك خيار اخوي؟ ترى والله تسرقني خيار. كم انت والله حرام عليك كثير خيار. جايبك على البنكر تاكل خيار مو؟ ايه هيلب هيلب. قصدي ايه هلا اذا بتعينك هاي ايش فيها؟ هاي محترف شي سريع. لك ابو حدو انا قلت لك ودينا على بيت مبن خال وهتكره خلاص. اخ 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 بور هيد هاب اخ جات قولوا ايه تعال اسمع غنية يا اخي قرارك في تهديد واضح وصريح. لا 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 ريزن اوف وور يو نيد يور تراكتور. ومثل ما قلت لكم هيك اشتعلت اول شرارة حرب بيناتنا بعد سرقة التراكتور. اعلنوا الحرب علينا. اوكي وي نيد باريو تراكتور. تهديد واضح وصريح مو اخوي. شباب في شيء انا قلت لهم يعني انه عرضت عليهم السلام يعني، ومثل ما شفتوا حاولت اعرض السلام عليهم ونبدل التراكتور براس واحد منهم لكن ما وافقوا، فحبيت وصل لهم رساله على طريقتي. هذا بيس عسكري. او ماي جاد منيح انتبهت. تعرف نحن واقفين جنب بنكر. ايه صار ما صار مطارده تمام. هوس على الهواء ما بدنا اجرحه فهمت كيف. هذا بس تهديد يا حكون ما بدنا قتله فهمت كيف عشان ما يصير دم بيناتنا من البدايه. جاهز هدوك هدوك يلا جاهز حالك جاهز حالك يلا اخي يلا هذا قدامك قدامك دير بالك حالك. لك ما بيخص علينا دير بالك حالك. لا تقربوا كثير. اجوا جزاء بعد فوتوا فوتوا. لا يا ام رصاص شباب. لا بعد 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 أسف. وين راحوا والله كبير هاي شباب قسم والله كبير. شفت شباب نحن بنروح قدام البيس بنرش على البيس وبنرجع. هذا التهديد بالكلام يا بي نحن نهدد بالفعل. بخذ سلاحك يب نزل عبي بلقم لقم. شفت معلم التهديد نروح قدام بيس ونرش ونرجع نحن طلق عشوائي. اكتب اوكي اكتب له if you need peace bring Barrio naked to my base. اوكي اوكي عطيتك التراكتور وبنيت بيز. اه صح والله اخجلني فيها والله. الا انت ما عطيتني الا اخذته بالقوة. نو 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 الا انت هددت ابو حده. يو سي يو تهديد ابو حده. وطبعا بعد ما وصلنا اول رسالة نطرنا الرد منهم. وين نزل بديت وين؟ عنا 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 جنب بيسنا. ليتس جو. بس ما عنا مفكات. تعرف انه معي انا مفكات؟ بالله؟ ياب معك دبابيس كمان؟ تك 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 هاي بحدو. What my weapon kit؟ رصاص صفر فاصلة 45 مع attachment اليو ام بي. وهلا معنا جرينيد. What؟ Let's go! Let's go! أنا بحس مكالو بيقدر الكل يلي بالسيرفر. مو عم بحس يب 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 ناوي على غدرة للكل هو. وحظنا كان جدا جيد بالدروب. ثلاث اقفال ذهبيه يعني تحصين قوي راح يكون. اسمع اي بس سمعت صوت سياره فورا حتى لو بدك تموك تمام وبتركض لبرا اوكي وبترش اوكي ما في مزح معلم. حتى لو بدك تموت معلم ما ترك حدا يعلم عليك. وين مشت؟ من بعدها كمان كان في دروب قريب توجهنا لنشوف شو في جواته. او ماي جاد تعال شوف اللي عندي. اوه داير ريبير اوكي هذا هو المطار. من هنيك باتجاه المطار على امل نجمع اسلحه استعدادا للحرب. الينا ماشي ماي حليب والله. شوتجن بس ابو عين يا اخي اسلحه زباله عم تطلع اسلحه زباله. طلعنا ابوكم والله بطلقه لازم تموت يا اخي.
اوووو نحطط ياك على المطار. فال واخيرا لقينا فال. دقن اخوي ابو حدو ملك الهيد شوت. لا تسمع. او ماي جاد حد معه رصاص كتير. ها حسيت شلون معلم واحد معلم شغل لي جانكستر فهمت كيف؟ كفى بحده. او ماي جاد الروبوت. ضربني يلا اخوي يلا هاجم بدي عضك. وعلى طرينا كمان كان في دروب نازل. باين بدك اي كي لقيت كلايمور. او ماي جاد على كميه المسكات. دخل رأسك يا اخوي. شجر دخل رأسك راح يطير. تعرف قديش صار معنا قفوله ذهبيه؟ 3 6 10 اقفال ذهبيه. هاي تراكتور عايز لك تشرب مي. شرب من النبع ما هيك من هون من عند النهر الجاري افضل لانه جوا المي الراكده. يعني اذا حدا شربان منها خلص هذيك راكده بس وين عم تتحرك المي. شايف قديش اعطيك نصايح مهمه؟ اي والله كثر خيرك صراحه. لولاك ما هما هدول بيستغل عنا. هدول بيصنعوا لنا هذا رصاص. ما في داعي نسوي ورك بنش اخوي. ايه حباي. اوكي انا كان لازم انهي الحلقه لهون لانه انا مقسمها على شكل سلسله ولكن ما صار احداث كثيره مثل ما شفتوا باليوم الثالث. فقررت اني اطول الحلقه ونزل شوي من اليوم الرابع ولكن راح كملها بطريقه مسلسل مشان نلحق الفيديوهات تبع الشباب. وهيك ننتقل لليوم الرابع ونحن ناطرين الرد من الاعداء. ثانك يو على السبسكرايب. هاي ينعن شكلك يا زينه. بس الشرطه السفليه. خلصت. والمفاجأة بالفعل كان جايينا رد. What the fuck؟ ايش؟ ما في مكتوبة هنا. There you guys. دير بالك على حالك فروم باريا. لا تلعب وتفكر انك ماسك ال ناو. مو بس بدنا راسه اليوم لازم نجيب جسمه كله. اوكي اللي يدخل على قرية ابو حدو لازم ما يطلع عايش. بعدين انت كنت على الحراسة الليلية. ليش نمت؟ ها؟ ما اعرف شو متسللين شلون بنوا اصلا. عالمنا برا. هدول كسرت. شلون نكسر هدول؟ وصلت معكم لهون؟ دمر دولاب تراكتور ابو حدو؟ باطل؟ بس هالسنة ما في مطعط يوم من الموسم. اوكي؟ اذا بلش موسم الحصاد تمام؟ يب حرموا من الزيتون. طيب ايش ذنب التراكتور ولا ما فهمت؟ والله ليكون سيارتنا الاساسية فيها شيء؟ شوف اذا عاملين كابتشر للعالم؟ انت دخلت على القرية الخطأ، لعبت مع الزلم الخطأ بالمكان الخطأ تجيني غدر؟ ابو حدو نايم، ابو حدو بفراشه يجي لعنده. يا باطل عليك يا ابو حدو. اسمعوا يا بيت الدنان. والحاضر يعلم الغيب. معه انا قتلت ابنكم بالغلط.
أي شحني أنا هون؟ لاني هربان ولاني متخبي. شحني هون بالبيسة. بس قسما عظما وهلا وبكرة ولا بعد 100 سنة يلي بده ياخد تارو بياخد تارو مني أنا. شلون جايز؟ باطل يا أبو حدو. باطل عليك يا أبو حدو. يدخلوا على القرية تبعك. احنا ايش هما نحن رشيناهم وهن وين؟ قدام بيسون. نحن جيناهم وهن بالبيت شباب. ومثل ما قلنا شباب كل يوتيوبر له منظوره الخاص، واذا حابين تشوفوا كيف دخلوا على القريه وزرعونا وشو كعب بيسووا بدون علمنا، رابط الشباب موجوده تحت بالوصف اللي حابب يحضر الفيديوهات من منظورهم. لا بالعسى يغنيك صحصة هاي. كانتري باي. حمدي. لك يا ابو حمد. استنى سوري استنى استنى هو شي خلينا ضمضه مجروح هذا مالنا. اوكي تعال يا ول تعال امسك هاي تمام واعطيه ايت مو ايت اول انتبه خذ حبه واحده بس. لك هذا انا اعطيتك حبوب ولا اعطيتك ثلج تاكل؟ الحبه اللي اعطيتك اياها الحبوب وينهم؟ اخوي اعطيتك حبوب والله اعطيتك حبوب. في حجر في مثل علبه هاي الحبوب تبع ببجي. ايوه انا ايش عم احكي يا جماعه انا ما عم اعطيتك حبوب تكني. اخ شو بدي اطلع هالدرجه لهالدرجه يعني بدك البيسك حتى تبلش تطلع بالسياره لهالدرجه لهالدرجه بدك تطلع بالسياره يعني ملعبان جراند ملعب ولا لعبه كيف هيا له لباريو بياخذ ابو حميد وبيعطيني بداله لحم ايكي اللي تاخذ حمادي ناخذ ايكي بداله وشنطتين كبار وخلص امري لله. هيا زلا اذا بدك حميدي معي كيتين كمان بصير. طبعا بلشنا نجهز حميدي مختار الاعياد للمعركه يلي كنا مفكرين فيها لازم نرد. شوف شلون حميدي هيك وطى حاله احنا سبك بسنا. انزل لتحت انزل اي وحده بدك خذ اخوي ما مسامح. يا برينكي يلا 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 الله يجي على بالي يسوي شغله بس لازم ندرب هذا شوي اقل شيء يعرف كيف يبدل ماجات يسوي اسلحه فهمت كيف؟ انا برايي هم ما تصلح السياره الثانيه تطلع سيارتين شغل مداهمات تمام؟ ابو حميد شوف عندنا هذا البيس اوكي وعندنا هذاك البيس تمام؟ هذاك البيس نستخدمه بعد البث ما بنورجي ايش فيه بس ما نصور ايش في جواته اوكي يعني تعرف انت شغلات سريه بس حميد يركز بالفايت اجباري بدك تكبس انتر عشان تصير فيرست بيرسون اوكي ولا ما بتشوف حدا أوكي. تمام في حال دخلت على المعركه اوكي بندج ما راح ما في داعي للمسدس هلا ايش الخيار لك همو ما بده ولا شغل ارض ها تاسع عن جد كويس فيه فيتامين راح اكلك كرمالك انا بجد بده بوتاسيوم ابو حميد خذ الخيار انت خذ الخيار قرب السياره الثانيه هم قرب ميدي فهمت زلمة ابو توني اجى لعنده مني امبارح بالليل وجاك معه من نص الليل اوكي وانا وصلت على بيت ابو نايف ولا صارت بالامان هو قال لي وصاني الا دير بالك منيح لمحات هلا وصلوا والحمل جاي بعد يومين لمحات مرطبين ولازموا النشر على الحريق وبيقول لك دير بالك من الايقان السود وانا من عنده مني بقول لك دير بالك من العميان اللي مفتحين يا ابو شهاب سمعان نعم منعبي بنزين انا تعب سوي الحركه اللي عم بسويها هم تعلم الحركه اللي سوي نسويها بدك تقوص هم بدك تقوص هم وين كانت الكازيه الله ما عم بعمل ما عم بسوي يا حميدي سوي مثل هم ما في وقبل الانتقام بخمس دقائق روح قلبنا نجيب ام العيد تفضل رشاش وطلع طلع طلع لا معي طلع كثير بس انفجر فيك مو؟ لا انت جبت ام العيد هلا حرفيا جبت ام العيد اين اجرك؟ اين جسمك؟ راسك؟ ايمك؟ برينك جديد على اللعبه وهم مصاب بشكل كامل بارض المعركه وهيك رايحين ننتقم كيف بدك تدخل على المستشفى في غيبوبه؟ لا تروح رصاصك يا حمي انت عم تلعب ببجي عم بوصل طلقتين وبرجع بيلقم خططنا كالاتي اوكي اتس تايم تو رد الدين توداي رح نرد الدين ما حكينا بسرعه اوكي فكلكلت رح ننزل من بعيد نتسلل عليهم عشان ما حدا يسمع صوت السياره بدنا عنصر المفاجاه تمام نسدح ثلاثه هيد شوت فورا نركض عليهم مثل الاسود معلم ننحرهم كلياتهم ونجيب روسهم معنا ما بنرجع على البيت الا يا روسنا يا روسهم اوكي
في سياره قدامنا. يلا هم اسحب الشوتجن، اسحب الشوتجن مطاردي. يا الله روح اضرب امه. لك اضرب هذا مكانه 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 لا اوكي اوكي هي انا زاك فكرناك زاك زاك انا مو معهم زاك بالله عليك انا ما بسحب الشباب اوكي بس خربنا عصر المفاجاه هلا هيك يا شيخ انا مسكين انا مو تعال تعال معنا اوكي عشان نتاكد تعال معنا اروح معكم ليش طيب ايه مش معرفني يا اخي انت كنت حوالين منطقتهم احتمال انت طيب انت طيب انت عميل ما راح اسوي شيء اوكي ما عندي ساعه ما عندي طلب ما عندي شيء اسمع اسمع انا كنت رايح على البيت اوكي عشان اقصد الفراغ منه انا مو معهم اصلا ف يعني طب اسمع اسمع طيب. نعطيك اسلحه وفول جير ولبس كامل اوكي اوكي بتطلع معنا نروح هلا مشي اوكي بتوصل لعندهم تمام تسحبهم لبرا اذا سحبتهم لبرا معلم تمام الجير راح يكون كامل لك برو هي خطتك ما انت كامل مع اسلحه يب جير كامل معلم اسلحه كامله اوكي ليتس جو بدون صوت بدون سيارات بدون صوت اوكي لا لا بدون سيارتنا حتى ما بدنا حدا يسمع صوت السيارات خلي عينك على مكالو يب هم خليه بالنص بيناتنا يا اخي ماسخ بمكالو ما اعرف ليش انتبهوا على مكالو خليكم فيرست بيرسون خليكم فيرست بيرسون مشان اذا كان حدا بالغابه ما بتشوفوا لانه اذا كان فيرست بيرسون خلينا نريح اوكي خلينا نريح اول شيء مشان الايم في صوت في صوت في صوت في صوت في صوت اوكي ممكالو انت انطلق اساس جاي من الغابه انطلق يا اخي معي ايمك على ممكالو هاي اثنين قدامي جاهز شايف انا واحد كمان يلا جاهز واحد اثنين ما عاد يضرب معي لك ايش بقول لك واحد او ماي جاد اعطوني هيت شوت باريو وات ولكن مع الأسف انهزمنا بالمعركة الشر هزيمة مثل ما شفتوا كنت مخبص بالإعدادات وسلاحي ما ضرب بالبداية هم المجروح صمد أكتر واحد فينا وقدر يجيب منهم قتلة الفيديو بقناته رح ينزلوا شوفوا من منظوره حاولت اني ارجع بسرعة بلكي يسوي شيء ديت قدرت باريو نايس اوكي وين جستي؟ او عليك باخد جسد باريو باخد جسد باريو جنبك وات سيارة عم اكل ضرب من وين روج من وين تنين ولكن للأسف خذلت نفسي وخذلت فريقي هالمرة اتوقع ممكالو انضم له نعم بالسلاح بيعمل هيك بالسلاح بعدين بيضرب ايش هي الحركة بالسلاح وبعدين تضرب اتذكروا انه ابو حدو بيخسر معركة ولكن ما بيخسر الحرب ومن هون حميت الشرارة وبلشت الاحداث تصير اجمل واجمل والخطة راح تكون كالتالي بالحلقة الجاي راح نبلش نطور بالشخصية تبعيتنا ونحاول نغيرها للافضل بالإضافة لازم نزورهم ببيتهم هالمرة ونحاول ناخد شي غالي منهم على كل جايز دون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم أتمنى تكون عجبتكم إذا ناطرين الحلقة الجاية ومتحمسين لكتبوا لي تحت بالتعليقات بالإضافة للجيف أوي بالحلقة الجاية رح أسحب كمان أسماء من التعليقات لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب بونشاويين I love you don't stop, we gonna make the